أحد رموز المقاومة اللبنانية السيد مسعود الأشقر أكد بعد اجتماعه اليوم بالعماد ميشيل عون أن القاعدة الكتائبية غير موافقة على مشروع الطائف. نحن حزب الكتائب تعرفي أنه أول حزب مقاومة وحزب عاطي كذا ألف شهيد. نحن موقفنا من الكتائب اليوم رح أوضح لك إياها أكثر كمان. في فرق كبير كتير اليوم بين القيادة الكتائبية الحالية وبين القاعدة الكتائبية. نحن منمثل الشباب، منمثل الشباب اللي قتلوا، منمثل المقاومة، منمثل هالشباب اللي بهال 15 سنة قتلوا باسم الكتائب أو حتى قسم كبير من اللي قتلوا بالقوات اللبنانية. نحن ما فينا نقبل بمشروع مثل مشروع الطائف، خاصة نحن اللي دافعين دم يلي مقاتلين. ونحن ما تعودنا بحزب الكتائب إن كان مع الشيخ بيير وإن كان مع الشيخ بشير إنه نقبل بهيك قضايا. وأول مرة عبرنا عن موقفنا من الطائف كان وقت عملنا مظاهرة كتائبية لهون على بعبدة من كم شهر. ورأينا نحن حزب واحد، بس موضوع الطائف أبداً ما بيتناسب مع رأينا، مع اعتقادنا، مع عقيدتنا أبداً.